ولا أدري في رمضان كيف يكون الحال، أن نصلي بعد العشاء أم نصلي بالليل الآخر. أنا أميل أن نصلي بعد العشاء في أوائل رمضان، أميل إلى هذا، وما رأيكم؟ نعم، يعني بعض الناس كانوا بيقولوا نصلي في الآخر، وكنا نجري على هذه يعني بعض السنين، لكن هذا الأمر يعني ربما يتغير هذه الأيام، فإن شاء الله نبدأ الصلاة بعد العشاء. الموافق يرفع يده كده أخونا، بعد العشاء. طيب بالليل؟ طيب لا بعد العشاء ولا بالليل يرفع يده؟ نصلي في بيوتنا يرفع ايده. نصلي بعد العشاء كم واحد؟ من ثاني؟ بسم الله، 1 2 3 4 يعني كده ولا كده؟ طيب ماشي برضك، يبقى لك رأي. طيب وانت يا عم الشيخ ايه؟ طيب ماشي، توكلنا على الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 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
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداشر اثناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر. طيب 19 16 راكبها يا دكتور ايمن بقى 19 بعد العشاء و16 ده في طبعا ناس مقاطعه دول بقى اللي هم السلبيين السلبيين مش الايجابيين. يا مولانا الشيخ محمد نعمل ايه؟ الاغلبيه. طيب احنا ان شاء الله نجرب كده فتره بعد العشاء وبعدين يعني ايه اذا حصل اي جديد احنا هنكون مع بعض ونتواصل وادعو اخواني ان هم يدخلوا باذن الله تعالى على الصفحه وعلى موقع البصيره بحيث نقدر ان احنا نتخاطب ونتواصل ان شاء الله.